مساء الخير لكل الساده المشاهدين في مصر وخارج مصر. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اكلات وتكات الشيف حسن على قناه الحياه. زي ما عودناكم تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38550017 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. نحن مستمرين معاك في مهرجان شيتاكي عندنا مش في اي حته تانيه. تعالوا نعرف المنيو بتاعنا النهارده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل خبز قطني وهنحشيه بايه؟ زي ما انت شايف اول حاجه عندي حشوات باللحمه، عندي بالتونه، عندي بالجبنه، عندي بالشوكولاته. احتاري واختاري تعملي منه حلو وحادق وتعملي توبنج. تعالى اما نشوف هنعمل ايه. عندي زي ما انت شايفه كوبايه دقيق، العجينه بتاعته بكل سهوله، معلقتين سكر، معلقه لبن بودره، واحط لها ذره ملح عشان الرطوبه، ومكس الكلام ده. وعلى ما مكس الكلام ده بجيب كوبايه لبن، كوبايه لبن اهو، واحده واحده، وادفي كوبايه اللبن واقول صباح الفل يا عم محمد وكل حبايبنا في الزاويه. شيف حسن حبيبي صباح الفل يا غالي. صباح الخير يا شيف حسن. نهارك قشطة يا عم محمد. استاذن حضرتك يا شيف حسن، استاذن حضرتك يا شيف حسن، اكل حضرتك الصراحه تحفه وكل حاجه بتعملها تحفه والله. تحت امرك يا عم محمد، ده من ذوق حضرتك يا فندم. امرني يا عم محمد. شكرا يا عم محمد، تحت امرك، حاول تصل بينا تاني. زي ما انت شايف حطيت الدقيق وحطيت اللبن بودره وحطيت سنه ملح وسكر ومكسه وحطيت كوبايه لبن هنا عشان اعجن العجينه واريحها. احط لها ايه يا عم حسن؟ اول حاجه معلقه خميره فوريه. ادي اهوت اللبن عندي دفي، احط له معلقه خميره فوريه. واحده واحده كده. ومعلقه سكر. يا تفاصيلك. وادوب كويس الكلام ده كله. اللبن والخميره والسكر بعد ما ادف اللبن. خدي بالك من التكنيك اهو. واغطيهم واسيبهم يخمروا. احطهم في وعاء بعد ما دوبتهم كده اهو. زي ما انت شايف حاجه طلع في العجينه يا حسن. يا تفاصيلك. واسيبهم ايه يا حسن؟ يخمروا. ارجع هنا اهو بقى للعجينه. خمروا، تعال شوف خمروا عندي هنا اهو. تعال شوف خمرانين ازاي؟ يا تفاصيلك. تعال اهو بعد ما خمروا الدقيق واللبن والبودره والسكر والخميره الفوريه، اروح جايبه اللبن اللي خمر ده احطه في الميجر ده كده عشان ابدا انزله مع بعضه. ادي واحده واحده كده اعجن اعجن، وانا بعجن اروح كمان ايه؟ كسرلها بيضه، واحد بيضه، واحطها في العجان بتاعي. تمام؟ واعجن العجينه بتاعتي عشان اعمل احلى عجينه قطنيه. وعندي الزبده بتاعتي اهو، بص، مكعبات زبده، ربع كوبايه زبده مكعبات، احطها واحده واحده. تمام؟ اول عجينه اللي هعملها باللحم. يا تفاصيلك. وبعد كده اخدمها كويس عشان تبدا تلم وتبقى مسمغه. يا تفاصيلك، يا حركاتك، يا تكاتك. وبعد كده يا عم حسن ايه؟ سمغي واحده واحده بعد ما خدت الزبده عشان تبقى عندك العجينه القطنيه بتاعتك. حشواتي ايه؟ حشواتي باللحمه بالفراخ بالتونه بالجبنه زي ما انت عايز. العجينه واحده، اهم حاجه تسمغيها كده. بعد ما سمغتيها كده كويس قوي، اروح جايه واخداها ولفاها كوره وحطاها مع بعض. العجينه تبقى مسمغه زي ما انت شايف كده قدامك اهو. احطها في وعاء واغطيها عشان اقطعها كويرات، يبقى دي العجينه الاولى. تعالى نعمل الحشو بتاعي. الحشو الاولاني ايه؟ هعمل حشو بالشوكولاته. بحط نص كوبايه لبن او كريمه، نص كوبايه لبن او كريمه، وطعمها بمعلقه سكر ومعلقه زبده. خطواتك كده كلها مع بعض. وادوب اللبن والسكر والزبده كويس، واجيب كوبايه شوكولاته ساده. واجي هنا اهو اعمل حشو اللحمه. احط له معلقتين زبده لحشو اللحمه،
واحدة واحدة كده مع بعض، وبحط عندي بصلاية صغيرة. خطواتك كده عشان اعمل لحمة وجبنة وشوكولاتة. ادبل البصلاية كويس قوي اهو عشان اعمل لحمة. هنا بقى غلى عندي، بص التريك، حطيت لبن او كريمة وطعمتها معلقة سكر ومعلقة زبدة، غليوا عندي كده اسحبها بره النار واحط لها كوباية شوكولاتة غامقة مطبخ مع بعض يا تفاصيلك. وبعد كده حسن اروح مقلبة مقلبة بره النار عشان ما غيرش طعم الشوكولاتة ولا لون الشوكولاتة، واقلب فيها كده اهو لحد ما تدوب واسيبها تجمد اعملها كويرات. دي شوكولاتة البطرمانات، لبن او كريمة، معلقة شوكولاتة، معلقة سكر، معلقة زبدة، وكوباية شوكولاتة غامقة بتاع المطبخ. تسيبيها تبرد هتجمد عندك، تبقى شوكولاتة البطرمانات اللي انت بتجيبيها بقد كده. تمام اهو، اركنها كده لحد ما تبرد. ارجع هنا اهو للحمة، حطيت معلقة زبدة، حطيت بصلاية. يا ام اسلام يا غالية وكل حبايبنا في اسماعيلية. ازيك يا شيف حسن؟ صباح الفل يا ام اسلام يا غالية. الله يخليك يا شيف حسن، وجالك منور الشاشة دايما يا رب. امين امين يا رب العالمين يا رب. الله يخليك. جوزي عايز يسلم عليك، بيحبك قوي وبيقعد يدعي لك، كل بيشوف برامج بيدعي لك والله. ربنا يخليه لك ويخلينا لك لنا يا فندم، انا تحت امرك. اسمه ايه؟ يسلم عليك اهو، اتفضل اهو. اسمه ايه؟ الحاج يونس. يا حاج يونس سلام عليكم يا حاج يونس يا غالي. حاج يونس. صباح الفل يا حاج يونس. ربنا يديك الصحة والعافية ويخليك لينا يا حاج يونس. صباح الفل يا حاج يونس، ربنا يديك الصحة والعافية ويخليك لينا، وربنا يشفيك يا رب يا رب يا رب. صباح الفل يا حاج يونس. أدبل البصلاية عشان أعمل حشو اللحمة في معلقة زبدة. بحط كوباية لحمة مفرومة وأتبلها شوية ملح وشوية فلفل، واحدة واحدة كده مع بعض. يبقى عندي اهو الزبدة، البصل، اللحمة، الملح، الفلفل. هعصجها واسيبها تبرد واعملها كويرات. هحشي بيها العيش القطني، هعمل بالتونة، هعمل بالجبنة، هعمل بالشوكولاتة، هعمل باللحمة، هعمل بالفراخ. العجينة واحدة. يا ابو جنات صباح الفل كل حبايبنا في حدائق القبة. صباح الخير يا شيف حسن. صباح الرضا يا ابو جنات يا غالي حبيبي قلبي قلبي قوي قوي. صباح الرضا يا ابو جنات يا غالي. استاذ حضرتك يا شيف حسن في طلب شخصي، عاوز رقم تليفون حضرتك. خليك مع الاستاذه نانسي من عندي قبل العندي يا غالي. بيقطعوا خط. لا خليك يا نانسي، خليك، ما بنقطعش الخط على حد، اكيد في خطا. حاجه عايزك في حاجه شخصيه والله. تحت امرك يا غالي، تحت امرك، تحت امر حضرتك، تحت امرك. يبقى انا كده عصقت اللحمه في معلقه زبده وبصلايه ناعمه وشويه ملح وشويه فلفل زي ما انت شايف كده، واعملها كويرات بعد كده. وادي الشوكولاته بتبرد. عندي الحشو التاني ايه؟ التونه. بجيب علبه تونه قطع وبطعمها ببصل. خد ادي تونه، علبه تونه بصفيها من سائل الحفظ بتاعها وبديها بصلايه وبنعمها مع بعض. التونه مع البصل نعميها مع بعض بالشكل ده كده قدامي. وبعد كده ميه تلج، ميه بتلج عشان التكنيك بتاعك والتفاصيل. يبقى ده حشو. وادي عندي جبنه شيدر اعملها كويرات. التكنيك بتاعنا عجلنا العجينه، عجلنا العجينه زي الفل. تعالى بقى نعمل كرامبل. كرامبل ده عباره عن كوبايه دقيق، كوبايه دقيق يا ياسر، ربع كوبايه من لبن البودره، كوبايه دقيق، كوبايه ربع كوبايه لبن بودره، ربع كوبايه سكر، وعندي هنا اهو ربع كوبايه جبنه مبشوره، واروح مدخلهم مع بعض كده واقول صباح الفل يا ام جنات يا غاليه. صباح النور يا شيف حسن. نهارك قشطه يا ام جنات. نهارك زي العسل يا شيف حسن. مبتلك. نهارك قشطه يا ام جنات. تسلم ايدك على كل حاجه والله. صباح الفل يا ام جنات يا غاليه. والله العظيم يا شيف حسن يعني حضرتك تعبان قوي معانا قوي 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 والله. من اجل اسعادكم يا هانم. والله يا شيف حسن ربنا يبارك لك في عمرك كده ويديك الصحة ودايما كده في تقدم ونجاح يا رب. امين 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 يا رب العالمين. وتعلمت منك طريقة التورتة وكل طرق، حاجات حلوة قوي اتعلمتها من حضرتك والله. الله ما يجعله في ميزان حسناتنا جميعا ان شاء الله يا فندم. خليك. هو انا يا دكتور شيف حسن كنت عايز رقمك الشخصي بعد. خليكي دلوقتي مع الأستاذة نانسي وانا تحت أمرك. تحت أمرك. تعالى شوف بقى التكنيك بقى، عملنا العجينة وريحناها. بعد ما ريحناها قطعناها كويرات متساوية. تعالى شوف كده قطعتها اهو كويرات متساويه.
بص كده يا عم ياسر، ادي العجينه بتاعتي قطعناها كويرات متساويه. اوكي واغطيها عشان ما تعملش جلد. عندي التكنيك بتاعي سهل قوي. حطيت الدقيق وحطيت لبن بودره وحطيت سكر وحطيت جبنه مبشوره واخفقهم مع بعض كده. بص خد بالك من التكنيك، قدامك التفاصيل اهو، واحده واحده كده. عشان اعمل الدقيق كرامبل بجيب معلقتين زبده، بص التفاصيل، واسيحهم وادخلهم في بعض كده، واروح مدخله كده في بعضه عشان تبقى ايه كرامبل. دخلي كده اهو في بعضه، بص التفاصيل. والتلج ده لسه هنزل فيه بقى التكنيك. اهم حاجه اعملي الخليط ده كرامبل. بص بقى كرامبل ازاي، عشان معلقتين الزبده السايحه والسمنه السايحه دخلوا في بعض. اهو قدامك التفاصيل اهو، واحده واحده يا تفاصيلك، واحده واحده كده مع بعض. اروح جايه كده اهو، بص بقى، بص التكنيك، تكراتك حركاتك، تعملي خليط رملي كرامبل، دخليه في بعض كده وبسيه، عشان ده مهم جدا. لايه؟ هتشوفي دلوقتي لايه. وهنبدا نحشي بعد الشوكولاته ما بردت اعملها كويرات، واللحمه بردت اعملها كويرات، والجبنه كويرات، والتونه اعملها كويرات، التونه اعملها كويرات، عشان ابدا اعمل التكنيك بتاعي. بوله كبيره يا حسن، واحده واحده. تعالى شوف كده قدامك اهو، اعمليه كرامبل، بتسيبي ايديكي كده عشان كل حاجه تخش. ايه اللي هنا؟ دقيق ولبن بودره وسكر وجبنه مبشوره، وعملت لها رملي بمعلقتين زبده سايحه. قدامك اهو زي ما انت شايف تكنيكك كده، زي ما انت شايف يا جماله. يا استاذ صفيه، وصباح الفل كل حبايبنا في لبنان. ازيك يا شيف حسن؟ صباح الفل يا غاليه، يا حبيب اسيوط كلها. يا ربنا يخليك يا فندم. الله حضرتك بتكلمي من اسيوط؟ من اسيوط ولا من لبنان؟ من بيروت. من بيروت. يا جمال يا جمال، يا حركاته يا تكاته. احنا بنحبك خالص خالص خالص. ده شرف ليا يا هانم، ده شرف ليا يا هانم، ده شرف ليا. بارك الله فيك. امين 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 يا رب العالمين يا رب. ربنا يسعدك وينصرك يا رب. امين امين يا رب العالمين يا رب. اهم ابني وليد، والله كبير المخرجين في القناه الاولى. يا وليد احلى تحيه من ماما، وربنا يوفقك وتكون كبير كل التلفزيون ان شاء الله، مش كبير المخرجين ان شاء الله يا فندم. تحت امرك. امين امين يا رب. امين امين يا رب العالمين يا رب. تعال اشوف الكرامبل. بص الكرامبل بقى عامل ازاي، رمل ازاي، بسيه كده بايديكي عشان ايه؟ عشان نعمل التكنيك. عجلنا العجينه وريحناها. عندي بقى نقطة مهمة، بجيب البايركس بتاعي اللي هعمل فيه. زي ما أنت شايف أدهنه معلقة زبدة يا حسن، أدهنه بمعلقة زبدة أو سمنة. زي ما أنت شايف كده أدهنه، وتعالى نعمل إيه؟ التكنيك بتاعي عبارة عن إيه؟ نقدر أول حاجة هعمله سادة. بنتك عايزة سادة، ابنك عايز سادة، زي ما أنت عايز. أهم حاجة التكنيك أهو، مية بتلج، الكرامبل، البايركس اللي احنا هنعمل فيه. يا استاذه فاطمه صباح الفل وكل حبايبنا في دمياط. صباح الفل يا استاذ حسن. صباح الرضا يا هانم. ازي حضرتك؟ كله زي الفل يا هانم. ممكن اسالك على طريقه العجينه اللي انت عملتها دلوقتي؟ حاضر. انا حطيت كوبايه لبن على النار، دفيتها، حطيت معلقه سكر ومعلقه خميره وقلبتهم مع بعض وركنتهم، وحطيت دقيق في لبن بودره وفي كمان شويه من الملح وشوية سكر، ونزلت عليه بواحد بيضة وربع كوباية زبدة، ونزلت باللبن اللي خمر وعجنته وريحته وقطعته كيرات. عملت هنا التركة المهمة في الخبز القطني الكرامبل ده، حطيت دقيق ولبن بودرة وسكر وجبنة مبشورة أي نوع عندك ومعلقتين زبدة، وعملتها خليط رملي كده. ريحت العجينة وقطعتها كيرات زي وغطيتها، وألفها كده. بص يا السور، ألفها كده كيرات أهو، تمام؟ وعندي الرمله. بص التركه بقى، سقطي في ميه بتلج، سقطي في ميه بتلج اهو، سقطت في ميه بتلج، شيليها كده اهو، حطيها في الكرامبل. ادي الكرامبل اهو، واحده واحده كده. تعالى بص كده اهو، تروح جايه حطها جنب بعض في البايركس اللي احنا دهناه بماده دهنيه. تعالى اما نشوف هنعمل ايه تاني وتالت. ده ساده،
وهنعمل لك بالحشوات كلها، لان ولادك بيحبوا ساده. حطيتيه كده لفتيه رولز، وتروحي جايه مسقطاه في ميه بتلج. سقطيها في ميه تلج كويس، تخلي كل حاجه، وتروحي جايه نشلها كده اهو، وتروحي حطها في الكرامبل، وتلففي الكرامبل عليها كده في كل حته، ياخد هو عايزه. واروح عامله حساب التخمير، بصي حساب التخمير يا تفاصيلك. يبقى انا جهزت لك العجينه، وجهزت لك كمان الحشوات، وريحت العجينه، وعملت لك التكنيك. هسقط اهو في ميه بتلج، واصطادها، واحطها في الكرامبل، وارش عليها الكرامبل بالشكل ده، تخليها متغطيه كلها بالكرامبل. احلام هانم، احلام هانم الشرباجي، صباح الفل، ازيك يا بروشير؟ صباح الرضا يا هانم، صباح الرضا. الله يخليك، منور الدنيا والله. صباح الفل. الله يخليك. كنت عايزه اعمل تهنئه لابن اخويا عبد الرحمن طارق الشرباجي، بمناسبه عيد ميلاده، بقول له كل سنه وهو طيب، وعقبال 100 سنه وربنا يوفقه. يا عم عبد الرحمن، احلى تحيه من عمتك، واحلى تحيه كمان برنامج وتكات وحركات شيف حسن. الباشا اخباره ايه يا هانم؟ الحمد لله. صبحي لي عليه. ايوه وصل. صباح الفل يا هانم، صباح الفل. خطواتك كده كلها لازم تعمل حساب التخمير، عشان هتشوف دلوقتي التخمير عامل ازاي. خطواتك اهي واحده واحده اهو، لف رول، ولسه ما حشناش. انا بعمل ساده بكرامبل بس عشان تمتع عيالك اهو. رشي الخليط الرملي عليه كده، ونعمل كمان اتنين. تفاصيلك كلها قدامك اهو، عشان ما تكونش حاجه ناقصه عندك. ادي الاولى، وادي الثانيه. ريح لف رولز. حشوات بقى، تحطي عجوه، تحطي بلح، تحطي مكسرات، خد الفكره ووظفيها. العجينه واحده، خد بالك اهو، والحشوات مختلفه. واحده واحده كده اهو، اروح محطاه في مكان عشان ايه؟ يخمر. احطه في مكان دافي عشان يخمر، واحط له ميه سخنه بتغلي. ميه سخنه بتغلي عشان تعمل رطوبه وتنشط الخميره. تعالى كده اهو نشوف التفاصيل والحركات والتكات. ادي الساده بتاعي اهو، بص خمر قد ايه يا جمالك. دلع بقى، اروح حطاله شويه جبنه تاني مبشوره، وهو اوريدي الكرامبل فيه جبنه، او تحطي له شويه حبه بركه، او شويه سمسم، او شويه بابريكا، زي ما انت عايز. خطواتك كده كلها قدام. واروح جايه بعد ما خمر كده، ادخله الفرن على درجه حراره 180 25 دقيقه. تعال اما ادخله الفرن ونشوفه قدامك كده بتراكس في البايركس بتاعك. تعالى نعمل بالتونه، لفيناها قطع، لكن التريكات والحركات لها ناسها. انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا. بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لمهرجان شيتاكي عندنا مش في اي حته ثانيه. تعالي مع بعض نعمل خبز القطني، ونعمله ساده، نعمله بالشوكولاته، نعمله بالتمر، نعمله بالمكسرات، نعمله بالتونه، نعمله بالجبنه، نعمله كمان باللحمه او بالفراخ زي ما انت عايز. عملنا العجينه، جبنا كوبايه لبن، دفيناها، حطينا لها معلقه خميره ومعلقه سكر، وقلبناها وغطيناها وسيبناها تخمر. وحطيت دقيق، وحطيت له لبن بودره، وحطيت له سكر، وحطيت له سنه ملح، وحطيت له كمان واحد بيضه، وحطيت له اللبن اللي فيه الخميره، وحطيت له ربع كوبايه زبده مع بعض، وسبتهم العجينه تستريح نص ساعه متغطيه، وقطعتها كويرات. وبعد كده عملت الكرامبل. اهم حاجه في الخبز ده الكرامبل. الخليط الرملي ده عباره عن دقيق، وعباره عن لبن بودره، وعباره عن سكر، وعباره عن جبنه، ومعلقتين زبده سايحه، بقى خليط رمل عندك ده. في الاثناء دي تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك، او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38 55 0017. من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. طب تعالى نعمل بالايه؟ بالحشوات. عندي هنا زي ما انت شايف اللحمه العصاج، عندي كمان التونه،
صباح الفل يا أستاذة ندى وكل حبايبنا في كفر الشيخ. ازيك يا شيف حسن؟ صباح الفل يا هانم. صباح الخير، منور الدنيا كلها. ده نور حضرتك يا هانم. بالله عليك انا عندي سؤال بس عن الرز الابيض لما بعمله، بس يا شيف في الحله اللي هي الالومنيا العاديه. بص حضرتك، الرز المصري والرز البسماتي، معيار الرز المصري اللي عمايله ايه؟ كوبايه الرز المصري لها كوبايه وربع من الميه، اما كوبايه الرز البسماتي كوبايه الرز البسماتي لها كوبايتين ونص من الميه، فخدي بالك من دي. ويغيب قد ايه على النار يا هو فيه. اول ما يغلي تهدي النار للنص. لو انت مسخنه الميه مش هياخد خمس دقائق. لكن لو مش مسخنه الميه زي حضرتك خليه تغلي، مش هياخد خمس دقائق. اول ما يغلي هدي النار وتسيبيه يختم، هيطلع معاكي كده. سؤالك الثاني ايه؟ الف شكر يا سيدي. تحت امرك يا هانم، تحت امرك. صباح الفل. بيستوي كل 12 دقيقة. تعالى بس كده اهو، لمع البايركس بمادة دهنية عشان تطلعي زي ما انت شايفة كده، لمعيه بمادة دهنية. وتعالى نعمل بالشوكولاتة. بص الشوكولاتة بعد ما بردت عملتها كويرات، واللحمة كويرات، والتونة كويرات، والجبنة كويرات عشان نحشي، والحشوات دي متروكة ليكي. هنجيب اللقمة اللي احنا ريحناها، واروح حاطة قطعة الشوكولاتة جواها، واقفلي اقفلي اهو، اقفلي اقفلي اهو، واروح جايه لفها رول كده، وتاكدي انها اتقفلت. سقطيها في ميه بتلج، وبعد ما سقطتها في ميه بتلج نزليها الكرامبل في الخليط الرمل، خليط الرمل اهو، واحده واحده، وحطيها في البايركس، وفي نفس الوقت اهو واحده واحده كل تفاصيلك قدامها. هنفتح، هناخد الشوكولاته، اقفل عليها كويس، الفها رول تاني، اسقطها في ميه بتلج، واطلعها دحرجها فين؟ في الكرامبل. ادي قدامك اهو، واحطها اهو، واعمل حساب التخمير، كل التفاصيل قدامك اهو. تعملي بالحشوات العجينه قدامك اهو، اقفلي اقفلي اقفلي، ولفيها رول عشان تتحكمي بيها. سقطيها في ميه بتلج، انت شليها حطيها في الكرامبل خليط الرملي، كل التفاصيل قدامك اهو. تعال حط واعمل حساب التخمير، كل التفاصيل قدامك. تحتاري وتختاري، عجينة سهلة جدا، هتشوفيها بعد ما تطلع من الفرن قدامك دلوقتي هتبقى عاملة ازاي. او قطني قطني وتدلعي. حشوات دي راجعالك انت، تعمليها سادة، تعمليها بالجبنة، تعمليها بالتونة، تعمليها باللحمة، تعمليها بالشوكولاتة، تعمليها بالتمر، تعمليها بالمكسرات، زي ما انت عايز. اهم حاجة اعملي العجينة صح، ريحيها، قطعيها كويرات ولفيها، وسيبيها تستريح 10 دقايق، وبعد كده شوف يا ام يوسف وصباح البحر يا حبايبنا الحلوين. صباح الفل يا يا غالي الغاليين. نهارك قشطة يا ام يوسف. احلى اكلات واحلى تكات في قناة الحياة. صباح الرضا يا ام يوسف يا غالية. الله يبارك لك، هتنورنا في اسكندرية سنتر شاهين؟ ان شاء الله. هستناك في اسكندريه ان شاء الله. ان شاء الله، احنا تحت امركم، تحت امرك يا ام يوسف. هتنور. انا كنت في السنتر وقالوا لي ان انت يا حضرتك هتنورنا يوم الخميس. ان شاء الله ان شاء الله يا ام يوسف، واحلى تحيه لحبايبنا في اسكندريه. تعالى اهو زي ما انت شايف، زي ما انت شايف قدامك الكويرات بتاعتك، واخده الكرامبل، واخده التريكات والحركات، كل التفاصيل قدامك اهو. قفل 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 قفل، لف رول، وبعد كده سقطها في ميه بتلج، وبعد كده انتشلها حطها في الكرامبل، وحطها في بعد ما تخلص حطها في مكان دافي، تحط فيه ميه سخنه بتغلي عشان تنشطي الخميره. وبعد كده قدامك اقفل 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 اقفل، قفلت، ولفها تاني رولز، وسقطها في ميه بتلج. تكنيك اهو، انتشلها حطيها فين؟ في الكرامبل، ولفي فيها في الكرامبل، تاخد الكميه اللي هي عايزاها وحطيها كده. تعال اما اخمرها يا سور واوريك اللي في الفرن. تعال شوف اللي في الفرن الاول يا جمال، وبص اللي في الفرن. يا ريحة بيتك يا ريحة بيتك، بص ريحة بيتك. تعال بقى الخمران اهو يا ياسر، الخمرانة بالشوكولاتة، رشيت عليه سنة شوكولاتة عشان يبان. يا تفاصيلك
فرني على درجة حرارة 180، احطها جنب السادة. تعالى حطها جنب السادة يا تفاصيلك يا ستور. تحتاري وتختاري، تعملي سادة، تعملي بالشوكولا، يا ريحة بيتك، يا تفاصيلها، يا حركاتها، يا تكاتها. تعالى نعمل باللحمة. يعني اقدر يا حسن اخد الكلام ده وادي لعيال المدرسة؟ يا جماله، معلقة سمنة او معلقة زبدة او زيت، ادهني بقى البايركس زي ما انت شايف. عندي هنا اللحمة العصاج قدامك اهو، ونشوف تونة اللي جبنا حسن كويرات. تعالى نفس الكلام، عملت اللحمة العصاج كويرات، ادي اللقمة اللي انا مريحها. اقفلي 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 اقفلي، واروح لففها رولز، خد بالك اهو، واسقطها في ميه بتلج. وادي الكرامبل اهو، واحطها اهو. من الحل الاخر الكرامبل ده حله، بص يا يعمل خرز، حليه كده بايديكي بالسي بالسي من الحل الاخر عشان تبقى حبوب قدامك اهو. وبعد كده تعالى اما نعمل تاني، افتح فتحه كبيره اهو عشان احط ايه اللحمه يا تفاصيلك اهو، واروح قافله 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 قافله، واروح جايه لفاها رولز، واروح مسقطاه في ميه بتلج. وادي الكرامبل، ياخد اللي هو عايزه يا تفاصيلك، كل التفاصيل قدامك اهو. حط اللحمه بتاعتك، قفلي عليها صح، لفيها رول تاني، ونزليها في ميه بتلج، وحطيها في الكرامبل مكان يكون دافي، حاطه فيه ميه سخنه بيغلي. عشان ايه يا حسن؟ عشان حضرتك ما يحصلش اي تنشطي الخميره بتاعك، عشان يبقى قطني. لازم تنشيط الخميره في مكان جيد الاغلاق، وحاطه فيه ميه سخنه بتغلي. قفلي 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 اهو، تمام، ولفيه رول، وسقطي كل التفاصيل قدامك اهو، ونزليه في الرمل يا تفاصيلك، كل خطواتك قدامك اهو. واحده واحده كده، خدي حطي في الحشو، اقفليه، وبعد كده قفلي كويس عليه كده سره، ولفيه رولز، وسقطيه في ميه بتلج، يا دوبك يسقط كده ياخد الميه عشان نثبت عليها الكرامبل. خطواتك كده كلها قدامك اهو، ونعمل كل خطواتنا كده قدامك. والجبن بقى تقدري تحطي جبنه ايمنتال، جبنه قريش، جبنه شيدر، اللي عندك حطي، ما توقفيش على الجبنه، اي نوع جبنه عندك زي الفل، هشتغل معاكي زي الفل. بنفس التكنيك اهو، احطه بالشكل ده كده مع بعض، يبقى فاضل لي ده اتنين، وفي نفس الوقت ادخله مكان جيد الاغلاق يكون دافي عشان انشط الخميره ويبقى قطني معايا. وبعد كده نعمل اللي احنا عايزينه يا تفاصيلك. سقط ده كده اهو، وروح حاطه هنا كده، دحرجه جوه الخليط الرملي، وتروح حاطه واعمل حساب التخمير. اخر واحده في اللحمه، وادخله الدولاب، واحط ميه سخنه بتغلي، واطلع الخمران ادخله الفرن بتاعي. اهم حاجه التكنيك سهل جدا، تفاصيلك كده تعمل حشواتك، تعمليه ساده او حلو او حادق زي ما انت عايزه. اقدر اعمله بالزيتون والزعتر والروزماري، تقدري تعمليه بالزيتون والزعتر والروزماري. تعالوا في مكان دافي، تعال شوف التريكات خمر وعامل ازاي، تعال شوف كده يا جمالك يا تفاصيلك. تعال بقى احط في الفرن التاني، العجينة واحدة، التكنيك واحد، الحشوات بتاعتك، التريكات والحركات لها ناسها. انتظروني.
احتاري واختاري في الخبز القطني، تعمليه ساده، تعمليه بالبلح، تعمليه بالشوكولاته، تعمليه بالجبنه، تعمليه بالتونه، تعمليه باللحمه، زي ما انت عايزه. احترم التكنيك. بنشكر كل ساده مشاهدينا في جميع انحاء العالم، بنشكر كل طاقم الحياه، بنشكر طاقم الشيف حسن. بكره نشوفكم في حلقه خاصه من برنامجكم اكلات وتكات الشيف حسن على قناه الحياه. من واحده لاثنين هتروحوا فين؟ حركات تكات اقدميه هنا مش في اي حته تانيه. انتظروني.